نعم، بشوف حصة. عفوا سلطان، تدري الساعة كم الحين؟ بس أنا بيها بشي ضروري، ما أقدر أبطلك. هذه قوانين الدار، بعدين حصة نايمة الحين، تعال باكر الصبح أفضل. اللي صار لك يا غانم ما يسويها لشخص ينافسك وحاقد عليك، أو بينك وبينه ثار قديم، بس أنت تقول إن الريال بسيط ما عنده إلا بسطة، فنصيحتي لك لا تسوي أي شيء إلا لما تتأكد من شكوكك، ترى صدقني راح تدش السجن مرة ثانية. حصة سلطان، اشتقت لك. انت شايبك هني؟ ما تدري ان اللي قاعد تسويه غلط. غلط؟ فهمي، مشاعري ماني قادر اسيطر عليها. سلطان، انت كذي قاعد تدمر بيتي وريلي موجود، اتسوي لي مشاكل واللي يعافيك. المفروض انا اكون مكان هذا اللي اسمه غانم، بس والله ما راح اخليك. ها حبيبتي، ايش فيك؟ شفتي هالكلمين احد؟